تطورات عسكرية متسارعة تشهدها جبهات عدة في مديرية البيضاء بعد أن صعدت الميليشيا من عملياتها العسكرية مع حلول شهر رمضان. الأخبار القادمة من الميدان تفيد بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهات عدة بمديرية زاهر. المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الميليشيا أثناء محاولتها السيطرة على مواقع تتمركز فيها المقاومة الشعبية، في حين تمكنت المقاومة الشعبية خلال المعارك العنيفة من السيطرة على مواقع كانت بيد الميليشيا في الجماجم وضحوة في مديرية زاهر. الخسائر التي تعرضت لها الميليشيا دفعتها إلى قصف القرى السكنية كما حدث في مديرية زاهر، خاصة في مناطق الحبج والأجردي والجعار والمسياب والغول، كما تعرضت مديرية ذي ناعم لقصف عنيف بصواريخ الكاتيوشا. وتلقي هذه التطورات بظلالها على المشهد العسكري في البلاد في ظل الحديث عن الهدنة التي أعلن عنها في العاشر من إبريل الماضي وتعرضت لخروقات عدة من قبل الميليشيا.